الخلفه للكبير فوز الرويسي، كره بعمل فردي رائع. اكيد راوغ فتح الزاويه ووضعها في زاويه ميته في مرمى الحارس اشرف كرير، هدف باغه الاولمبي البيجي، واكيد ممتاز جدا. ادم قرب، تذكروا جيدا هذا الاسم، يسجل هدف الثالث في رصيده. تغيرت النتيجة مشاهدينا الأفاضل في 16 دقيقة من مباراة ملعب بوجمع الكميتي بهدف آدم قرب. كرة كانت صعبة الحقيقة، صعبة جدا من لاعب مهاري، قلنا أنه يملك في ساقيه الكثير. وهذه كرة جديدة للنادي الإفريقي، ممتازة من أحمد خليل، يبحث الكرة من شياب العبيدي، تو خطيرة من والدفاع من ياسين بوعبيد. النادي الإفريقي الذي يراهن على شبانه أكيد يريد كسب الرهان أمام الأولمبي البيجي في مباراة أكيد حتمية الفوز كما قلنا بفرق هدفين من أجل الوصول لمركز ثالث ونقطتي الحوافز. آدم الطاوس بالتنفيذ، ترجع من الدفاع، ولكن الحكم يشير لركنية أخرى لفاية النادي الإفريقي، ركنية جديدة لفاية النادي الإفريقي. هل سيعيد النادي الإفريقي تاريخ انتصار جديد في ملعب بوجمع الكميتي؟ من المباريات الكبيرة والتاريخية أكيد سنعود لها التي جمعت الفريقين عبر الأزمان منذ صعود الأولمبي البيجي للقسم الوطني. الكرة داخل المناطق ترجع من عثمان السعيدي، يحاول الكرة من آدم الطاوس، ترجع من جديد عثمان السعيدي، كلودي 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 معه رودريك كوسي. الكرة رجعت لفاية النادي الإفريقي أو للأولمبي البيجي. ياسين بوعبيد، مخالفة لفاية ياسين بوعبيد، عزيز بن محمد لريتشارد كاساكا، نجح الفرجاني يلعب على أسامة بوقرة. أسامة بوقرة هداف الأولمبي البيجي بسبع أهداف، سجل هاتريك في مباراة مستقبل الرياضي برجيش. هذا الشاب القادم من عاصمة الأغاربة القيروان أكيد يقدم في موسم رائع. كرة تخرج من مناطق دفاع النادي الإفريقي، ريتشارد كاساكا يضغط لاعبو الأولمبي البيجي ضغط عالي، كرة من ريان الدربالي لكلودي، كلودي يعود الخلف ما فيش حلول، ترجع لياسين بوعبيد، ياسين بوعبيد، كرة يفتك آدم قرب، آدم قرب من الكرة تقطع من بابا كارسار، ولكن الحكم يعود ويعطي الخطأ لفاية الدفاع النادي الإفريقي. إذا مشاهدينا الكرام 20 دقيقة لعب في مباراة ملعب بوجمع الكميتي، هدف مقابل صفر لمصلحة الضيوف، النادي الإفريقي الكبير، النادي الإفريقي العريق أكيد. التاريخ تاريخ يا النادي الإفريقي، تاريخ تاريخ ومجد وعراقة لهذا النادي أكيد، اللي قدم كرة جميلة مرت يعني منذ وجد هذا الكيان حقيقة، يتوج بألقاب محلية وأفريقية وعربية لا تحصى ولا تعد الحقيقة. النادي الإفريقي آخر تتويج، وهذه محاولة قبل ذلك لفاية النادي الإفريقي، يضغط على عزيز بن محمد اللاعب الفريق النادي الإفريقي، كرة تمشي رمية التماس لفاية الأولمبي البيجي. آخر تتويج لفاية النادي الإفريقي بكأس تونس موسم 2017 على حساب النجم الرياضي الساحلي بأربع أهداف مقابل هدف. منذ ذلك الحين النادي الإفريقي يبحث عن تتويج جديد محلي في خزينته ويعود للألقاب. الكرة لفاية النادي الإفريقي، حكم يعطي أسبقية اللعب،
محاولة من حمدي العبيدي، حمدي المراوغة، بابكار سار، بابكار سار يرتكب الخطأ، واضحة المخالفة لفايت النادي الافريقي للاعب شهاب العبيدي. شهاب العبيدي
Thank you.
الأولمبي البيجي يقدم فيه كرة ممتعة الحقيقة وللأمانة. أكيد التدرج السليم بالكرة وصناعة الهجمة في كل لحظة، أكيد هناك الخطر خاصة من اللاعب أسامة بوقرة الهداف الفريق. أسامة بوقرة في تنفيذ المخالفة لمصلحة الأولمبي البيجي، هل سينفذ تنفيذ مباشر؟ أسامة بوقرة ومحرز بالراجح أسامة بوقرة ترجع من الدفاع، الكرة تخرج من مناطق الفريق عن طريق آدم قرب ولكن ما خذاهاش. محمد علي العمري تمشي رمية التماس لفايدة الأولمبي البيجي، محرز بالراجح ريتشارد كاساغا ترجع من دفاع الأفريقي عن طريق أحمد خليل، محمد وائل الدربالي، محمد وائل الدربالي كرة في منتصف الملعب لكن بدون عنوان، تمشي مباشرة رمية 5.50 متر لمصلحة الحارس معز حسن النادي الأفريقي اللي بدأ المسيرة بفوز خارج ميدانه أمام المستقبل الرياضي برجيش هدف مقابل صفر. ثم في الجولة الثانية كرة طويلة ترجع من دفاع الكرة من وسام بن يحيى لكن سهل الحارس، الحارس معز حسن ريان الدربالي وضغط ركنية لفايدة الأولمبي البيجي. توغل على الأطراف أولمبي البيجي خاصة الجهة اليمنى خطير، محرز بالراجح يمشي لتنفيذ الركنية لفايدة الأولمبي البيجي. يلعب الكرة عالية ومحاولة خطيرة ترجع من دفاع ومالك شويخ ضاعت عليه الكرة الأخيرة. شوف الإعادة والارتباك في دفاع النادي الأفريقي ومالك شويخ ما استغلش الفرصة. تعود الكرة برمية 5.50 متر من اسكندر العبيدي لمصلحة فريق النادي الأفريقي. تعادل يرضي الأولمبي البيجي، قلنا أن النادي الأفريقي مطالب بالفوز بفارق هدفين لافتكاك المركز الثالث. محرز بالراجح يعيدها لكاساغا، الضغط من محمد علي العمري والحارس طويلة من أشرف كرير ترجع من توفيق الشريف، كرة لمصلحة الأولمبي البيجي عن طريق محمد وائل الدربالي، أحمد خليل ضاعت الكرة ترجع لفايدة الأولمبي البيجي، محمد وائل الدربالي شوف احتكر الكرة كثيرا وأكيد عودة لاعبي النادي الأفريقي وترجع من محمد علي العمري، هذه ممتازة ضاعت ومحرز بالراجح يعود الحكم للخطأ. تلعب الكرة بسرعة من كاساغا للمين با راسم نالوتي، مالك شويخ يضغط غازي عبد الرزاق، تعود لشهاب العبيدي، تعود للخلف للاعب اسكندر العبيدي مباشرة لحارس مرماه معز حسن. طويلة الكرة ما زالت لمصلحة فريق الأولمبي البيجي واللاعب أحمد خليل يلعب كرة طويلة زادت من ياسين بوعبيد وهذا يفتكها لعب النادي الافريقي في محاولة يوسف سنانة لكن الحكم يعود للمخالفة. يوسف سنانة ومحمد علي العمري، هل تأتي الحلول من بدلاء
اللي قام هذه كرة وسهلة الحارس أشرف كرير. أشرف كرير حامي العرين حارس الأولمبي البيجي. النادي الافريقي اكيد سعيد السيبي يقود الفريق ابن النادي كذلك المساعد المدرب الاسعد الدريدي قبل الموسمين كانت له تجربه مع المستقبل الرياضي برجيش والاولمبي الباجي. سلامات للاعب النادي الافريقي كرة ترجع من نويس بن يحيى مباشرة للحارس أشرف كرير. أشرف كرير أولمبي الباجي اللي حقق لقبي كأس تونس 93 أمام المستقبل الرياضي بالمرسى وأمام النادي الصفاقسي في 2010 أكيد منذ 13 سنة موسم 2010 وخسر لقبين 95 و 98 منهم لقب حدثنا عليه أمام النادي الأفريقي أكيد ينطلق في رحلة من جديد الأسبوع القادم أمام فريق جمعية الحمامات وكذلك أكيد يبحث عن لقب جديد في سجلات الفريق في حين النادي الأفريقي ينطلق في مواجهة أمام مكارم المهدية وإضافة لقب رقم 14 في سجلات الفريق الشعب. وهذه كرة من لامين با وكرة خطيرة لمصلحة الأولمبي الباجي وتمشي ركنية ركنية سريع اللاعب مالك شويخ. ريان الدربالي محرز بالراجح يمشي لتنفيذ الركنية. تلعب الكرة مع محمد وائل الدربالي، محمد وائل الدربالي يعيدها لمحرز بن راجح، يوزع كرة مست في يد لاعب وسام بن يحيى والحكم أعطاه لمسة وضربة جزاء ضربة جزاء. يبدو أن وسام بن يحيى لمس الكرة داخل منطقة الجزاء. هاي الإعادة مشاهدينا الكرام الكرة محرز بن راجح محرز بن راجح ولمست اليد صحيح واضحه ولكن الاعاده هل هي على الخط ام داخل ال ونعم اكيد صافره الحكم خالد قويدر تشير الى ركله جزاء. ما هذا السيناريو اكيد لاعب النادي الافريقي يحتج على هذه ضربه الجزاء في انتظار ان تهدأ الامور وتعود وقرار الحكم اكيد واضح بان هناك هل هي ركله جزاء ام لا. نعم نعود مره اخرى للاعاده كرة محرز بن راجح ولمسة يد من وسام بن يحيى. ضربة جزاء لفايت الأولمبي الباجي. ضربة جزاء أولى تمكن من تحقيقها وسام أبو قرة في انتظار ما ستقول لي قرار الحكم. لاعب من الأولمبي الباجي يقوم بصهيب العبدلي
حذر للدخول حقيقة. شوط ثاني فيه تراجيديا، فيه عودة، فيه لم نقل يعني إذا سجل الأولمبي الباجي، يقولوا ريمونتادا بعد هدف آدم قرب. احتجاج لاعبي النادي الافريقي متواصل على حكم المباراة وعلى المراقب الخط. أكيد في انتظار عودة الأجواء في ملعب الكميتي. احتجاج متواصل للاعبي النادي الافريقي على شرعية ضربة الجزاء بعد لمسة اليد من اللاعب وسام بن يحيى، هل هي على الخط أم داخل؟ مرة أخرى نعود للإعادة. أكيد هاي الإعادة يا السادة الكرام، شوف كرة لمست في يد وسام بن يحيى. أكيد نتمنى أن تعود الأجواء. يبدو أن الحكم يتراجع على ضربة الجزاء أم ماذا؟ الهدوء يا الهدوء أكيد، والروح الرياضية كما قلنا ملأ المباراة من تحصيل الحاصل. فريقين ضمنوا تواجدهم في مرحلة البلاي أوف. ضربة جزاء، ضربة جزاء لفايت الأولمبي الباجي. أجواء كبيرة مشاهدينا الكرام، هكذا كما قلنا مباريات الإفريقي والأولمبي الباجي هكذا هي دائما، الندية حاضرة والحماسة والروح. أكيد كل فريق يريد الفوز. الكرة لمسة وسام بن يحيى على الخط حقيقة. ننتظر قرار الحكم، والحكم اعتذر بالجزاء، يعني لا فائدة في الرجوع في الوقت. احتجاجات متواصلة. النادي الافريقي 7 انتصارات، تعادلين واربع هزائم باستثناء مباراة اليوم. اتمنى ان الامور تعود لنصابها. إذن أيها الأحبة الكرام، كما قلنا مباراة الأولمبي الباجي وضيف النادي الأفريقي التي هي آخر مباراة في دوري المجموعات، ثم ننطلق في مرحلة جديدة، مرحلة البلاي أوف. اتحاد رياضي بن قردان، اتحاد المنستيري والأولمبي الباجي والنادي الأفريقي، التواجد بين الكبار. 4 نقاط حوافز لصاحب المركز الأول، 3 نقاط حوافز لصاحب المركز الثاني، 2 نقاط حوافز لصاحب المركز الثالث اللي هو مبدئين الأولمبي الباجي، ونقطة لمصلحة صاحب المركز الرابع، سقوط المستقبل الرياضي برجيش للقسم الثاني. أكيد توقفت المباراة ثلث 4 دقائق، والآن سنعود مع ركلة جزاء
من أسامة بوقرة. مرة أخرى أسامة بوقرة ومعز حسن في مواجهة مباشرة. هل ينجح الأولمبي البيجي في إضافة الهدف الثاني أم يتصدى؟ معز حسن إذ أسامة بوقرة. بوقرة أسامة يتقدم. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني على أسامة بوقرة الهداف القناص. ممتاز الجلادياتور وسام أسامة بوقرة هذه المرة في الزاوية اليمنى. وكاد الحارس الحقيقة معز حسن أنه يصد الكرة. نعود الإعادة. أسامة بوقرة ممتاز. كرة أرضية زاحفة سكنت شباك الأفريقي وأصبحت النتيجة هدفين مقابل هدف لمصلحة الأولمبي البيجي. لقلب النتيجة. المباراة أصبحت الآن لمصلحة فريق الأولمبي البيجي بعد ما كان متأخر بهدف مقابل صفر في الشوط الأول. هذه كرة تلعب من الجهة اليسرى. النادي الأفريقي في محاولة التعديل في هذه الأوقات اللي وصلنا إلى الدقيقة الأخيرة من المباراة. وأكيد هناك وقت بديل طويل نظرا لأن المباراة توقفت. مخالفة لفائدة النادي الأفريقي. اللقلق الذي يحلق عاليا الذي كسب حب الجماهير وحب عشاق الكرة الأولمبي البيجي. الكرة الجميلة اللي قدم فيها هذا الموسم. الكرة من آدم كرب راس لهدف التعادل. الرد الرد من رأسية أحمد خليل. أحمد خليل يحقق هدف التعادل لفايدة النادي الأفريقي. 2-2 مباراة حقيقة سيناريو كبير في هذه الأجواء. أحمد خليل يعادل النتيجة لمصلحة النادي الأفريقي. توزيعة كانت بالمقاس للأمانة واقتناص رأسي وتمركز جيدا وسط المنطقة ويحقق هدف التعادل في مرمى الحارس أشرف كرير. يرفض النادي الأفريقي الهزيمة ويقول أنا موجود، أنا اسمي فريق الشعب، أنا النادي الأفريقي الكبير. الكرة تعود لفايدة الأولمبي البيجي. محمد وائل الدربالي 8 دقائق مشاهدين الأفاضل أضافهم الحكم. تغيير جديد لفريق الأولمبي البيجي. دخول اللاعب صهيب العبدلي. مكان ريان الدربالي. أشرف كرير طويلة الكرة ترجع من غازي عبد الرزاق. هل ستنتهي المباراة بالتعادل أم سيحقق الأولمبي البيجي هدف ثالث أم للنادي الأفريقي الثالث؟ لننتظر. كرة من الجهة اليسرى من الجهة اليمنى. محاولة لفائدة الأولمبي البيجي. التوزيعة خطيرة داخل المنطقة ولكن دفاع الأفريقي. التغطية من أحمد خليل. دفاع النادي الأفريقي. غازي عبد الرزاق. نلعب في دقيقتين لعب في وقت إضافي أكيد من مباراة هجم على الكميتي بباجة بين النادي الأفريقي والأولمبي البيجي. كما قلنا متوقع أن مباراة أهداف مباراة مفتوحة. ريتشارد لحارس مرمى خطيرة وضربة جزاء. قلت أن هذه مباراة أكيد فيها كل شيء متوقع الحقيقة. وهو النادي الأفريقي يقلب الأمور من جديد وركلة جزاء لفايدة النادي الأفريقي. اثنين
مش 2-2. النتيجة مش 2-2. 2-1. ضربة جزاء لفايت النادي الافريقي. ننتظر الإعادة. النتيجة تغيرت مشاهدينا الكرام، 2-2. أكيد انتظار تغيير السبورة وركلة جزاء. هذا مقرب بعد خطأ من الحارس أشرف الكرير. اسكندر العبيدي في التنفيذ. هل سينجح النادي الافريقي في تحقيق هدف ثالث في سيناريو جديد الحقيقة؟ أهداف بالجملة، ركلات جزاء. في ظرف دقيقتين الافريقي الكبير، الافريقي اسكندر العبيدي. اسكندر العبيدي واشرف كرير. اسكندر العبيدي في التنفيذ. مدافع اسكندر. جول 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 لصالح النادي الافريقي، والهدف الثالث من اسكندر العبيدي بركلة جزاء. لم يتماسك دفاع الأولمبي الباجي. حقق أحمد خليل هدف التعادل، ثم اسكندر العبيدي يضيف هدف ثاني بعد خطأ في دفاع فريق الأولمبي الباجي وحارس مرمام. وآدم قرب أكيد يقول أنا موجود، أنا حاضر، الأفريقي بخير، الأفريقي يريد أن ينهي المشوار بانتصار، ولكن لن يشفع له الحقيقة هذا الانتصار. إلى حد الآن مركز ثالث، 3 أهداف مقابل هدفين. مشاهدينا الأفاضل لفايت النادي الأفريقي. كرة في منتصف الملعب. تغيير جديد لفايت النادي الأفريقي. نبيل العمارة. نبيل العمارة خذا مكان آدم قرب. آدم قرب قدم مباراة للأمانة رائعة، سجل هدف، وأكيد وكان مصدر ضربة الجزاء الحاسمة لحد الآن ليتقدم بها فريق النادي الأفريقي بثلاثية. هدف آدم قرب، هدف من أحمد خليل، والثالث كان من اللاعب اسكندر العبيدي عن طريق ركلة الجزاء، في حين سجل ثنائية الأولمبي الباجي أسامة بوقرة. وفي هذه الآونة مشاهدينا الكرام تنتهي مباراة ملعب بوجمع الكميتي على نتيجة 3 أهداف مقابل هدفين. النادي الأفريقي يفوز، النادي الأفريقي يحقق الانتصار في ملعب الكميتي أمام الأولمبي الباجي بعد ما كان متأخر في النتيجة. أي روح وأي عودة للأفريقي في هذه المباراة. هنا أكيد تحية لجماهير الأولمبي الباجي، تحية لفريق الأولمبي الباجي، وتحية للأفريقي العظيم، الأفريقي الكبير الذي يمرض ولا يموت. هكذا مشاهدينا الكرام تنتهي مصافحتنا عبر منصة ديوان سبور بلاتفورم من خلال مباراة الأولمبي الباجي وضيف النادي الأفريقي في آخر مباريات المجموعات. نلتقي إن شاء الله في مواعيد رياضية قادمة. شكرا لكم، محييكم أيمن اللموشي.